أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الرابع. سنأخذ سوية أعزائي نكمل الوحدة الرابعة، تعاون ونظام. أخذنا قرية النمل وتحدثنا عن النمل وعن ملكة النمل. الآن أعزائي وصلنا إلى صفحة 42. انتبه عزيزي رابع، طبعا عندي التعبير: أنعم النظر في الصورة الآتية ثم اكتب سطرا تصف به ما شاهدت فيها. أصف هنا ما أشاهد في هذه الصورة. طبعا نشاهد في هذه الصورة الربيع الجميل ومنظر الأزهار والأرض الخضراء والأشجار وما تحمله من ثمار. إذا الربيع الجميل ومنظر الأزهار والأرض الخضراء والأشجار وما تحمله من ثمار. نكتب هنا سطر واحد يكفي. الآن عزيزي رابع استمع معي إلى النص. كانت النملة تمشي، العنوان كانت النملة تمشي، طبعا للشاعر أحمد شوقي. أحمد شوقي: كانت النملة تمشي مرة تحت المقطم، قالت اليوم هلاكي حل يومي وتحتم، ليت شعري كيف أنجو، إن هوى هذا وأسلم، فسعت تجري وعيناها ترى الطود فتندم، سقطت في شبر ماء هو عند النمل كاليم، فبكت يأسا وصاحت قبل جري الماء في الفم، ثم قالت وهي أدرى بالذي قالت وأعلم: ليتني لم أتأخر، ليتني لم أتقدم، ليتني سلمت، فالعاقل من خاف فسلم، صاحي لا تخشى عظيما، فالذي في الغيب أعظم. الآن أعزائي استمعنا إلى القصيدة، سأبدأ الآن بشرح القصيدة. يقول الشاعر أحمد شوقي في البيت الأول: كانت النملة تمشي مرة تحت المقطم. هنا يصف النملة وهي تمشي تحت المقطم، المقطم هو جبل، المقطم هو جبل في مصر، جبل في مصر اسمه المقطم. رأى نملة تمشي في أسفل هذا الجبل، فبدأ بوصف هذه النملة. قالت اليوم هلاكي، إذن هنا يشبه النملة أنها كانت تقول: قالت اليوم هلاكي، أي موتي، الهلاك أي الموت، حل يومي وتحتم، أي هنا يقول بأن النملة اليوم قالت اليوم موتي، وجاء هذا اليوم المؤكد لهلاكي. ليت شعري كيف أنجو، إن هوى هذا وأسلم. إذن يقول هنا في البيت الثالث على لسان النملة أنها تقول: ليت ظني بالنجاة إن سقط هذا الجبل واستقريت تحته. يعني أن هذه النملة ظنت أنها ستسقط، يسقط عليها هذا الجبل وتستقر هي تحت هذا الجبل. ليت شعري كيف أنجو، وهي تتمنى هنا أن تنجو. تقول في البيت الرابع: فسعت تجري وعيناها، تكملت الكلمة في الشطرة الثانية من البيت، فسعت تجري وعيناها ترى الطود فتندم. سعت أي بدأت تركض، أي تجري، لم تستسلم النملة، بل حاولت وسارعت مسرعة بكل جهدها، فكلما رأت الطود هنا الطود معناه موج النيل العظيم، الموج يسمى طود. فسعت تجري وعيناها ترى الطود فتندم، أي ترى الموج العظيم، موج النيل العظيم، وتندم وتخاف. سقطت في شبر ماء، سقطت هذه النملة هنا الآن يصفها أحمد شوقي الشاعر بأنها سقطت في شبر ماء. المقصود بالشبر ماء، الشبر معروف، الشبر من الخنصر إلى الإبهام، إذا شيء صغير جدا مثل القلم، يعني بقعة ماء. إذا هنا يصف الشاعر هذه النملة، يقول أنها سقطت في شبر ماء هو عند النمل كاليم. هذا شبر الماء هو بالنسبة لهذه النملة الصغيرة هو كاليم، أي كالبحر، كالبحر عظيم وكبير، اليم البحر. إذا سأعيد البيت الخامس. لكنها، يصف هنا الشاعر النملة، يقول: لكنها سقطت في شبر الماء الذي هو بالنسبة للنمل كالنهر أو كالبحر الكبير. فبكت يأسا وصاحت قبل جري الماء في الفم، فبكت يأسا وصاحت عندما وقعت أو سقطت في هذه في شبر الماء، يأسا أي معناها هنا اليأس،
هو فقدان الأمل، اليأس هو فقدان الأمل، أي فقدت الأمل وصاحت، أصبحت تصرخ قبل أن يجري الماء أو قبل أن يدخل الماء إلى فمها، قبل أن يدخل الماء إلى فمها. وهنا فقدت الأمل في الحياة وصاحت قبل أن يجري ويصل الماء كما قلنا إلى فمها. في البيت السابع أعزائي رابع يقول: ثم قالت وهي أدرى بالذي قالت وأعلم. ثم قالت بعد ما سقطت ويئست من الحياة، قالت وهي أدرى، يعني هي أعرف بالذي قالت وأعلم، هي تدري وتعرف ما تقول، إذن تعلم ما تقول وما تستطيع قوله. في البيت الثامن يقول: ليتني لم أتأخر، على لسان النملة طبعا هي التي تقول: ليتني لم أتأخر، ليتني لم أتقدم، يعني تقول يا ليتني، يا ليتني لم أتأخر ولم أخف ولم أخطو للأمام وأتقدم أكثر من ذلك، يعني يا ليتني لا تقدمت ولا تأخرت. ليتني سلمت، هنا ليت للتمني، ليت للتمني. ليتني سلمت فالعاقل من خاف فسلم. ليتني سلمت، هنا تقول أي النملة لا زالت تندم في البيت التاسع وتقول: ليتني لم أخف ولم أبالغ في الخوف وسيطرت عليه. صاحي لا تخشى عظيما، هنا وصية، صاحي لا تخشى عظيما، توصي، فالذي في الغيب أعظم، يعني توصي النملة أصحابها فتقول صاحي يعني صاحبي: لا تخاف أمرا عظيما فعليك الاجتهاد في الخلاص منه، لأن المخفية أعظم، لأن المخفية أعظم. أعزائي أتمنى أنكم قد فهمتم شرح القصيدة، وإليكم هنا معاني الكلمات. قلنا المقطم هو جبل في مصر، وهوى سقط، الطود هو موج النيل العظيم، الموج يسمى طود، اليم البحر، اليأس هو فقدان الأمل، وأعظم أكبر. صاحي قلنا هنا معناها صاحبي، معناها صاحبي. أقوال أو أقوال مأثورة: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، يعني ما معنى هذا القول المأثور؟ يعني لا تحقرن صغيرة، يعني لا تحقر الشيء الصغير وتخفف من شأنه. إن الجبال من الحصى، يعني هذا الجبل الكبير الذي تراه شاهق عظيم فهو مكون من الحصى، أي من الحجارة الصغيرة، حجارة صغيرة فوق حجارة صغيرة كونت لي جبلا كبيرا شاهقا، كبر جبلا كبيرا شاهقا. أعزائي هنا في النشاط الثاني من طرق طرد النمل من البيت: وضع حب السمسم في مكان قريب من النمل، حتى نطرد النمل ضعوا حبات السمسم في مكان قريب. جرب هذه الطريقة وتحدث عنها إلى زملائك.